حضر معالي السعادة السيدة الأستاذة الكبرى، معالي السيد شاكي بن موسى وزير التربيه الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حضرات السيدة الأستاذ، يسعدني أن أرحب بكم في الدورة 38 بعد 100 للملتقى الدبلوماسي الذي ذهبت من الأساس الدبلوماسية على تنظيمه بحضور السيدة الأستاذة الكبرى المعتمدين لدى صاحب الجلالة لنا خلال هذا الملتقى الدبلوماسي عرض المصطفى مستفيضا معززا بالشروحات والإضاءات. إصلاح المنظومة التربوية تعد أولوية وحامية ومسارا حاسما لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وفي هذا السياق أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2017 أن المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والاندماج في سوق الشغل ويساهمون في الارتقاء الفردي والاجتماعي. انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة أصحاب المعالي والسعادة. لقد حرص المغرب منذ حصوله على الاستقلال على توفير تعليم جيد ومنصف لجميع المغاربة بمختلف أعمارهم وشرائحهم الاجتماعية، بما يضمن لهم الانخراط الفعلي في عالم العلم والمعرفة، ويمكنهم من الحصول على شهادات تؤهلهم لولوج الحياة المهنية. ومن هذا المنطلق بذل المغرب جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الإصلاحات استهدفت بالأساس تجويد منظومة التربية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية. ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وكما تميزت الألفية الثالثة بمشروعين بارزين للإصلاح يتعلق الأمر بالمخطط الاستعجال لإصلاح التربية والتكوين 2009-2012 ورؤية استراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 والتي تهدف إلى إرساء. شكرا. المرجو